إن بعض الناس إذا جاءت الفتن العامة يقول كيف أمتثل بعض الأحاديث السابقة وفيها ضيم علي ونقص وذهاب لمال بل ولبعض ما يدعيه حقا. يقول حذيفة رضي الله عنه: كيف أنتم إذا سئلتم الحق فأعطيتموه ومنعتم حقكم؟ يعني أنه يطلب منكم الحق فتبذلونه، وأما حقكم فتمنعون منه. فقال له بعض أصحابه: إذن نصبر. فقال حذيفة رضي الله عنه: دخلتم إذن ورب الكعبة، أي دخلتم الجنة إذن ورب الكعبة. ولذا فإن الصبر على الأذى في الفتن وعدم الانتصار للنفس في بعض أماكنها هذا من أعظم الأسباب التي تكون عواصم من الفتن.